حصاد الكريزه تورته الموسم الدوري اللي النادي الاهلي الدوري عندنا في كره القدم بطولتين، في كره دوري القدم سوبر. دوري سوبر بطولتين كان لهم اهميه كبيره جدا. الدوري من هو من الدوريات الاصعب اللي مرت على النادي الاهلي، الالز والالز، والاحتفالها كان مختلف تماما. معانا فيديو نشوف توقعات عمرو اديب للدوري المصري كانت ايه. هتقول لي ايه توقعاتك ل 2019؟ في توقع في 2019 وانا بقوله اهو من اول السنه بشكل واضح، الزمالك هياخد الدوري. مارك ماي ووردز، انظروا الى كلماتي، الزمالك هياخد الدوري. وانا بسجل ده في ليله المفروض تكون المشاهده فيها عاليه جدا، وبيسجل وموجود على اليوتيوب وكل حاجه، ان احنا السنه دي ان شاء الله هناخد الدوري باي فار. باي فار يعني مش مع الفار او الفار، لا يعني بمسافه. فاحنا هنكسب الدوري ان شاء الله، ده توقعاتي ل 2019. مارك ماي وورد، يا عمرو اديب حد يقول كده؟ طبعا يعني باي فار، والراجل كان عنده ثقه كبيره جدا. ولكن أن تتوقع مع النادي الأهلي هي مقامرة وليست مغامرة، وأعتقد كان توقع من باب الدعابة. حبينا نستعرضه معاكم من ضمن الفيديوهات الطريفة، ما نقدرش ناخده غير بالمعنى. هو دايما ده. كان في وسط السنة كان بدأ يقولك، بدل ما كان بيقول باي فار بقى بيقولك الفار بدأ يلعب في عبي من سكة صعود الأهلي للقمة. هي ده برضو، بما أننا اتكلمنا عن مواسم الإشاعات، هو ده برضو كان الموسم اللي كل الزملكاوية خرجوا فيه. نسمعنا شوية تصريحات عن التوقعات لذيذة الحقيقة، كناش هنقدر نستعرضها كلها. لكن هي الغريب الأستاذ عمرو أديب دايما، احنا طبعا محبين الأستاذ عمرو أديب ودايما تعليقاته طريفة، لكن هو الغريب هي الثقة بتيجي منين؟ يعني أنا نفسي في مرة أفهم أنت وأنت بتستعرض تنبؤاتك كده بتجيب الثقة دي منين؟ أنا شاكك إن هو أهلاوي. أنا بقولها لك، أنا شاكك إن هو أهلاوي. هو بيصنع الحدث بيكون جميل جدا ومناسب للنادي الأهلي، ودايما كده بيديك اللقطة في النهاية، فقد يكون. بس برضه ما زلت متردد فكرة الثقة، خاصة إن يعني أقرب منافس للنادي الأهلي ونادي الزمالك حقق 12 دوري في تاريخ الدوري كله في 60 سنة. يمكن عندنا لاعب اسطوري حقق 12 بطوله دوري. تعالوا نشوف الكابتن حسام عاشور تصريحاته بعد تحقيق لقب الدوري الاغلى والاصعب والالذ. 12 لقب واحنا على الهواء مباشره، 12 لقب تاريخ حسام عاشور بيعمله. 12 اهو مع رمضان بقول الحمد لله على كل شيء، بس عشان في ناس بتزعل بجد يعني. تاريخ تاريخ، الحمد لله التاريخ للنادي الاهلي، والتاريخ سطروا النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي سنه يعني طويله قوي، 12 شهر بنلعب دوري، والناس شككت في النادي الاهلي، شككت في اداره النادي الاهلي، شككت في جمهور النادي الاهلي، شككت في لعيبه النادي الاهلي، شككت في كل من ينتمي للنادي الاهلي. انا بقول للناس بس اللي كانوا بيتكلموا من ست شهور اللي يقول لك الحمد لله النادي الاهلي في المنطقه الدافئه المركز السادس، بقول انتوا فين دلوقتي؟ انتوا فينكم دلوقتي؟ انا عايزكم تتكلموا، انا عايزكم تتكلموا وتقولوا فين دلوقتي حبيبي يا طه، فين دلوقتي النادي الاهلي؟ هو اللي بيتوج، وده اللي احنا متعودين عليه، وده اللي احنا ما بنطلعش بقى ويبقى الفرحه زياده قوي. احنا بنفرح عشان تعبنا سنه، الناس دي كلها تعبت ولازم تفرح. بقول الحمد لله. دمعتك في عينيك يا حسام، دمعتك في عينيك يا حسام، وحمدي فتحي بينضم ليك. يعني حسام النهارده بيكتب تاريخ جديد، 12 دوري ودمعته يا عيني، يعني اتكلموا عليه كتير واتهان كتير للاسف الشديد، بس الجماهير بقول لك الناس قالت احنا مركز سادس. سادس يا جماعه، النادي الاهلي على طول رقم واحد، احنا اتربينا كده في النادي الاهلي ان احنا نبقى رقم واحد، وده اللي احنا بنقول للناس. انا مش عايز اغلط، بس بنقول للناس اللي كانت عماله تقول ده النادي الاهلي المنطقه الدافئه ومش المنطقه الدافئه، وكان لسه ناقصنا ماتشات، يا جماعه انتوا بتهزروا، ده النادي الاهلي كبير قوي يا جماعه. هو لو اعتبرته المنطقه الدافئه دي هي القمه. دموعك غاليه يا كابتن حسام، وانا اختلف معاك في نقطه واحده بس، انت بتقول النادي الاهلي دايما مركزه رقم واحد، بس انا بقول لك باذن الله النادي الاهلي السنه دي مركزه رقم واحد، وهتكون انت باذن الله مركزك رقم اثنين. سمعنا تصريحات كتير خلال موسم 2018 2019، المنطقه الدافئه ده كان في 2018 فمش هنجيبه في الحصاد، لكن سمعنا حاجات كتير وثقه غير مبرره. كل واحد من حقه طبعا يثق في فريقه، لكن لما يكون في منافس في بطوله موجود النادي الاهلي، لازم زي ما قال كابتن سيد يكون حلمك
لما تحلم حاول تحلم مع نادي الاهلي حلم تقدر تحققه. نادي كابتن سيد